السلام عليكم. جرائم الميليشيا في البيضاء لا تتوقف، هذا ما تنقله المصادر الميدانية من هذه المحافظة التي تحظى بدعم شعبي معنوي هذه الأيام من خلال هاشتاج لبيك البيضاء. تم اختبار حقيقي للهدنة في البيضاء التي يصح وصفها بأنها جريحة الجمهورية، إذ لا هدنة ولا الكاتيوشا، ومدافع الميليشيا الانقلابية توقفت عن قصف قرى ومنازل المواطنين هناك. يأتي ذلك فيما تبدي البيضاء ومقاومتها الباسلة صمودا عجيبا، إذ لم ترفع الراية البيضاء في الوقت الذي أقدمت فيه عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على خرق الهدنة في كل جبهات المواجهة. العديد من المعارك اندلعت بعد سريان الهدنة في معظم الجبهات التي تخوض المقاومة فيها ما يوصف باستبسال في ظل إمكانية ذاتية. كل ذلك يندرج في إطار الدفاع عن الأرض والعرض والالتحام مع نضال الشعب اليمني على امتداد الأرض اليمنية والهادف إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة كما يقول كثير من أبناء البيضاء أنفسهم. حلقة اليوم تطرح تساؤلا حول واقع وقف إطلاق النار في محافظة البيضاء، وكذا تناقش الأهمية التي تكتسبها حملة لبيك البيضاء التي بدأت السبت وتنتهي يوم الجمعة. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. في البيضاء لم تصمد الهدنة، ساحة أخرى للمواجهة مع الإنقلابيين تكشف عوار الهدنة الخامسة منذ دقائقها الأولى، على نحو يفسح المجال لخيار المقاومة في هذه المحافظة التي تحظى منذ يومين بحملة إسناد شعبية واسعة تحت شعار لبيك البيضاء. في كل جبهات المواجهة بالبيضاء خرقت ميليشيا صالح والحوثي الإنقلابية الهدنة الهشة، ووقعت أشرس المواجهات في ظل هذه الهدنة بمديرية ذي نعم الواقعة إلى الغرب من المحافظة، وذلك إثر هجوم مباغت للميليشيا على مواقع المقاومة في عدة مناطق بالمديرية. المقاومة في ذي نعم كانت قد استبقت بدء سريان الهدنة بهجوم مباغت شنته على تجمع لعناصر الميليشيا استهدف تحرير موقع هرمز الواقع بمنطقة طياب، ما أسفر عن مصرع أربعة وجرح العشرات من عناصر الميليشيا. جرائم الميليشيا لا تتوقف في البيضاء، فقد أقدمت عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قبل ساعات من بدء الهدنة على تفجير بئر لمياه الشرب بقرية حمد صرار الواقعة في مديرية قيفة ردال. وجاء هذا الاعتداء إثر مصرع ثلاثة من عناصر الميليشيا في محاولة فاشلة لاقتحام القرية بحملة عسكرية تصدى لها رجال المقاومة. البيضاء تخوض معركة طويلة الأمد مع الميليشيا منذ أكثر من عامين، وتواجه أكبر تجمع عسكري للإنقلابيين وأهم مصادر إمدادهم الحربي، وسط صمت غير مبرر من جانب الكثيرين. قدر لهذه المحافظة أن تواجه أولى حملة الغزو الميليشياوية في سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الوقت وهي تواجه العدوان في ظل تواطؤ من الداخل والخارج. مديرية قيفة رداع كانت أولى قلاع المواجهة ولا تزال. اتحد سلاح الحوثيين وحلفهم صالح ضد أبناء هذه المديرية، واتحد معهم سلاح الجو الأمريكي في معركة واجهها رجال المقاومة ببطولة نادرة، وخاضها أعداؤهم بدواعي مراوغة لمكافحة الإرهاب. تعرضت الميليشيا لاستنزاف كبير لعناصرها ومعداتها في هذه المحافظة، وتحقق كل ذلك بالإمكانية المتواضعة للمقاومة. حتى طيران التحالف بقي دوره تكتيكي في مواجهات البيضاء التي لم تتوقف حتى اللحظة، والأهم من ذلك أن المقاومة لم تتلقى أي إسناد ميداني من الجيش الذي ينتظر أن يدشنه اللواء 17 الذي جرى الانتهاء من إعداده في العبر بقيادة العميد عبد الرب صالح الأصبحي. محافظ البيضاء نائب صالح القيسي أوضح أن اللواء الذي يضم 2400 مقاتل من أبناء المحافظة ما يزال ينتظر الإذن بدخوله ميدان المعركة، وسط تفاؤل بأن تدخلا كهذا سيحقق فارقا مهما في ميزان المواجهة ويسرع من عمليات تطهير المحافظة. سقوط الهدنة في البيضاء لا يعني شيئا في ساحة لم تهدأ، ومقاومة أبدت هذا القدر من الإصرار على المواجهة الشجاعة رغم الفارق الهائل في الإمكانيات، وما تحتاجه البيضاء هو الدعم المعنوي والمادي وأكثر من حملة للتذكير بالتضحية الهائلة التي يقدمها أبناء المحافظة. إذا مشاهدينا الكرام، نرحب بداية بضيفنا عبر السكايب من الرياض الناشط السياسي والإعلامي الأستاذ ناصر الشليلي. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء الخير أخي وجيه. أستاذ ناصر، يعني البيضاء يبدو أنها ساحة اختبار للهدنة الخامسة، كيف تقرأ الهدنة في محافظة البيضاء؟ في البداية نحن نعلم أن هذه الميليشيا ومنذ يوم 21 سبتمبر يوم اقتحمت العاصمة صنعاء وما تلا ذلك هي لا تلتزم بأي اتفاق، وما قبل ذلك هي لا تلتزم بأي اتفاق، وما هذه الهدنة إلا كسابقاتها من الاتفاقيات واتفاقيات الهدنة أو الاتفاقيات الأخرى التي لا تلتزم بها هذه الميليشيا. في البيضاء اليوم تم اختراق الهدنة في منطقة ذي ناعم بقصف
مواقع وقرى المواطنين. كذلك قامت هذه الميليشيا في منطقة سيلف عبل منطقة الوهبية بمديرية السوادية بقصف هذه المنطقة بصواريخ الكاتيوشا بعد ظهر يومنا هذا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الميليشيا وحليفها صالح لا يلتزمون بالاتفاقيات التي يوقعون عليها، لا يلتزمون بهذه الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وإن أظهروا أنهم ملتزمون فإنهم في الواقع وعلى أرض الميدان لا يلتزموا بأي هدنة. نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن الآن أن ليست كل مناطق البيضاء تشهد مواجهات، ما هي أبرز هذه المناطق والتي أيضا شهدت يعني خرقا للهدنة من قبل الحوثيين، بالإضافة للمناطق التي ذكرتها من ذي ناعم وكذلك منطقة الوهبية؟ هناك أيضا في منطقة قيفة، وكما أورد تقريركم الكريم في قرية حمد صرار، وهناك أيضا هناك قرية في منطقة قيفة صار لها أكثر من شهر وهي محاصرة من قبل هذه الميليشيا، وهي قرية الزور. هذه القرية منع عنها الماء ومنع عنها الغذاء ومنع عنها الدواء. هذه القرية لا زالت محاصرة حتى الآن، ولا زالت القرية والقرى المجاورة تضرب وتقصف من قبل هذه الميليشيا. هذه الهدنة التي أعلن عنها أنها سيبدأ سريانها من مساء البارحة هي حبر على ورق كعاداتها من اتفاقيات الهدنة التي سبقتها. أيضا في منطقة الحميقان وفي الزاهر هناك أيضا اختراق واضح للهدنة، لكن الاختراق الأبرز حدث في منطقة ذي ناعم وفي منطقة الوهبية. طيب يعني لماذا يعني هذا التركيز من قبل ميليشيا الحوثي على هذه المحافظة منذ أن يعني بدأت مقاومتها في بدايات دخولها إلى العاصمة صنعاء ومواجهة أو تحولها إلى بقية المحافظات اليمنية؟ لم يعد سرا على أحد مدى الحقد الذي تحمله هذه الميليشيا على محافظة البيضاء. صار هذا الحقد واضح للجميع. محافظة البيضاء هي صمام أمان الثورة والجمهورية عبر التاريخ. محافظة البيضاء هي رأس الحربة في مواجهة هذا المشروع الإمامي السلالي الكهنوتي البغيض. في ستينيات هذا القرن بعد ثورة 26 سبتمبر وأثناء الثورة وحتى ما قبل ثورة سبتمبر والمخاض الذي سبق ثورة سبتمبر كان لأبناء البيضاء الدور الأكبر في هذا النضال. محافظة البيضاء شاركت بفعالية في ثورة سبتمبر، شاركت بفعالية في ثورة 14 من أكتوبر، وشاركت بفعالية أكبر ويشهد لها الجميع في فتح حصار 70 عن العاصمة صنعاء. يبدو واضحا من كلامك أستاذ ناصر أن البيضاء تدفع ثمن وقوفها إلى صف الجمهورية. ينضم إلينا الآن أستاذ ناصر المحافظ محافظ محافظة البيضاء الأستاذ نايف القيسي. مساء الخير أستاذ نايف. مساء النور والعافية، حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ نايف. يعني تم الحديث عن تجهيز لواء لدخول المعارك في البيضاء كما جاء في تصريح لك، وينتظر الإذن للدخول المعارك، حدثنا أكثر حول هذه النقطة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين وبعد. طبعا محافظة البيضاء تعاني من صلف وإجرام الميليشيات بفضل الله ثم بجهود القيادة السياسية تم تشكيل معسكر اللواء 117 في العبر، والقوة بلغت إلى قرابة 2400 فرد درب تدربوا وأخذوا عدة دورات تدريبية على الأسلحة وعلى العمليات القتالية، وهم في أتم وفي الجاهزية لانطلاقة لتحرير محافظة البيضاء. ما بقي إلا أنهم منتظرين التحالف يعني الآن اللواء سيادة المحافظ نعم الشرعية أن تعطيهم السلاح. اللواء إذن هو جاهز بكامل قدراته العسكرية قادر على تغيير المعادلة في البيضاء؟ اللواء جاهز بقدراته البشرية، قدراته البشرية. طيب القدرات العسكرية إلى الآن لم يعطى. لم يعطى إلى الآن. طيب نعم. إذا في حال ما أعطي هذا اللواء القدرات العسكرية المطلوبة سيادة المحافظ، ما هي ملامح المعادلة التي ستتغير على الأرض؟
التحالف في طريق التجهيزات، هو لا زال يعمل الآن تجهيزات المعسكر، ومنتظرين فقط ساعة الصفر والضوء الأخضر لكي ينطلق المعسكر. وإذا انطلق المعسكر قامت القبائل وقامت الخلايا معه، وبإذن الله في خلال الأيام سيتم تحرير محافظة البيضاء وتأمينها. نعم، طيب يعني نعم. إلى متى سينتظر الأهالي في البيضاء هجمات الحوثيين والمعارك العنيفة التي يقومون بها، وحتى أيضا استفزازات كثيرة من قبل الحوثيين، كما نقل لنا الكثير من قادة المقاومة في الجبهات عن أن هناك استفزاز من قبل الحوثيين، خاصة مع سريان الهدنة المتفق عليها والتي يعني أقرها الرئيس عبد ربه منصور هادي. تحدث لنا كثير من جبهات المقاومة على أن الحوثيون يستفزونهم، يقومون بالكثير من الأعمال، ولربما خرقوا الهدنة كما تفضل الأستاذ ناصر الشليلي وتناقلت الأنباء. إلى متى تنتظر الحكومة الشرعية وقوات التحالف المعارك على الأرض حتى تدخل أو تجهز هذا اللواء عسكريا؟ لا شك أخي النبيل أن محافظة البيضاء تعاني من سنة ونصف من ظلم و طغيان هذه الميليشيات والانقلابيين، وبالفعل إلى متى ينتظرون؟ لكن نحن نمر في هذه الأيام بمرحلة استثنائية، القيادة السياسية تمر بمنعطف عصيب، التحالف عنده أولويات، نطالب دائما باستمرار إلى النظر إلى محافظة البيضاء لأنها المحافظة التي قامت في البداية لمواجهة هذه الميليشيات. أيضا المحافظة ضحت وعانت من صلف وإجرام هذه الميليشيات، فمن واجب لمكانها الجغرافي ولموقعها الاستراتيجي أنها تحرر قبل أشهر وليس اليوم. ولكن التأخير ليس من عندنا، التأخير كان بسبب عدة أولويات. طيب الآن هذا إذا ما تحدثنا عن الجانب الجيش الوطني الذي يتم إعداده، ماذا عن المقاومة التي تقاوم الآن في الأرض؟ هل تم دعمها عسكريا ماديا لوجستيا؟ المقاومة على الأرض لها أكثر من 8 أشهر وهي تقاوم من جهودها الشخصية، وهي متكلة على الله سبحانه وتعالى ثم على أفرادها وعلى قادتها الذين يشتغلون ليل نهار دون كلل ودون ملل في جميع الجبهات، وأيضا معتمدة على أبناء البيضاء وقبائل البيضاء التي تساندها وتدعمها بأشيائها الشخصية. طيب إذا ما يعني يتحدث الكثيرون سيادة المحافظ عن أن الصراع الذي تخوضه البيضاء في هذه الآونة وفي يعني في فترات سابقة أيضا هو صراع الجمهورية والإمامة، يعني البيضاء تقف في فوهة المدفع أمام الحوثيين في هذا الصراع، هل يعني ستستمر البيضاء في هذه المعركة أيضا؟ البيضاء قاومت الإمامة مرتين، شاركت في دفعها في 26 سبتمبر وشاركت في حصار 70 وكان لها القدر الكبير في ذلك، وهي اليوم تشارك ببسالة وشجاعة و مرابطة أبنائها مع الشرعية ومع إعادة الأمن والاستقرار لجميع محافظات الجمهورية. محافظ البيضاء الأستاذ نايف القيسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي عبر السكايب الأستاذ ناصر الشليلي. أستاذ ناصر، هل من تعليق على مداخلة محافظ البيضاء؟ كل الشكر والتقدير للأستاذ نايف القيسي على ما يقدمه من جهود في سبيل تحريك هذا الملف الخطير والذي انتحرك، وهو ملف تجهيز اللواء 117 وتحريك الجيش الوطني للمشاركة في معركة التحرير، تحرير البيضاء. هذا الملف انتحرك وبدأ الجيش في التحرك، فهي أيام قلائل ومحافظة البيضاء تتطهر من رجس هذه العصابة وتصبح محررة. ما أريد أن أقوله أننا في محافظة البيضاء نضع أيدينا في يد الأستاذ نايف القيسي والقيادة الشرعية في كل محافظة
من أجل الوصول مع القيادة الشرعية في البلد إلى ما يجهز هذا اللواء وإلى ما يجعله ينطلق في معركة الشرف والبطولة للدفاع عن هذه المحافظة وإيقاف العدوان المستمر، العدوان الغاشم، العدوان البربري. إسرائيل لا تفعل في غزة وفي فلسطين ما يفعله من يدعي أنه يمني بأبناء الوطن وأبناء اليمن وأبناء البيضاء على وجه الخصوص. نعم البيضاء تدفع ثمن مواقفها الوطنية، نعم البيضاء تدفع ثمن وقوفها في صف الشرعية، وقوفها في صف الجمهورية. نتمنى على الشرعية وعلى قيادة الدولة ألا تخذل هذه المحافظة التي طالما خذلت كثيرا في عهد علي عبد الله صالح 33 عام، والبيضاء محرومة من أبسط المقومات الحياة، فما بالك من الأشياء الأخرى. 33 عام أبناء البيضاء محرومون من الالتحاق بالسلك العسكري والسلك الدبلوماسي والسلك القضائي، وأبناء البيضاء هجروا من محافظتهم بسبب نظام علي صالح، واليوم أبناء البيضاء لا زالوا مهجرين بسبب هذه الميليشيا التي جاءت بالحديد والنار لتحاول أن تقمع إرادة أبناء البيضاء، لكن هيهات لهم، إرادة أبناء البيضاء لا تقمع. طيب أستاذ ناصر، يعني موقف الحوثيين لربما هو يعني مفهوم في إطار الصراع ما بين الجمهورية والإمامة، لكن الآن هناك يعني علامات استفسار أو استفهام أكثر عن السبب الذي تتأخر بسببه الحكومة الشرعية وكذلك قوات التحالف عن دعم البيضاء في هذه المواجهة مع الحوثيين. يعني الأستاذ نايف القيسي كان قليلا متحفظا، لربما هناك اعتبارات سياسية لذلك كونه المحافظ. هل أنت في الرياض، هل من يعني من مكان أو من مجال لتشرح لنا أكثر حول أسباب تأخر هذا الدعم؟ نحن نستغرب حقيقة، نستغرب أشد الاستغراب هذا الصمت من قبل القيادة الشرعية ودول التحالف وعدم المسارعة في إنقاذ محافظة البيضاء. محافظة البيضاء قدمت الكثير والكثير من أبنائها ومن خيرة أبنائها شهداء في مواجهة هذه العصابة. الآلاف من أبناء البيضاء جرحى ونازحون ومختطفون لدى هذه العصابة. عام ونصف، ما يقارب عام ونصف، وهذه المحافظة تواجه هذه الميليشيا بالجهود الذاتية وبالأسلحة الخفيفة في مواجهة الدبابة والمدفع والعربة المدرعة والترسانة العسكرية التي جمعها صالح من أجل قمع أبناء الشعب اليمني. ومع ذلك لا زال المعسكر في اللواء 117 لا زال له حوالي عام منذ بدء الإعلان عن تشكيل هذا اللواء، لم يتحرك إلى المشاركة في التحرير. الألوية التي تحركت، أخي الكريم، أخي وجيه، الألوية التي تحركت لخوض معارك في بيحان، وهي بيحان طبعا كما تعلمون هي منطقة محاذية للبيضاء، أعتقد اثنين من الألوية تحركت في معركة التحرير، وهناك أيضا في العبدية في مأرب هناك لواء يتحرك، وهذا اللواء أيضا في العبر لا زال في مكانه دون أن يحصل على الأسلحة اللازمة والعتاد والدعم اللوجستي الذي يمنحه القدرة على التحرك. كل هذه الأشياء تثير أكثر من علامة استفهام. لك أن تتخيل أن المدرعات وصلت إلى منطقة يافع المحاذية للزاهر آل حميقان وتوقفت في هذه المنطقة دون أن تتقدم شبر واحد لإنقاذ إخوانهم أبناء محافظة البيضاء. لك أن تتخيل أن الجيش الوطني والعتاد العسكري وصل إلى منطقة مكيراس وهي أيضا على الحدود. طيب دعنا ننقل هذه التساؤلات وغيرها أستاذ ناصر إلى السيد عثمان مجلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. مساء الخير سيادة الوزير. معالي الوزير. أهلا وسهلا، مساء الخير. معالي الوزير، أنتم في الحكومة كيف تنظرون إلى اختراق الهدنة من قبل الميليشيا في البيضاء مبدئيا؟ بالنسبة لاختراق الهدنة هذا شيء معروف، بالنسبة لمعلوماتنا عن الحوثيين أنتم تعرفون، نحن نعرف أنهم لم يصدقوا في اتفاق ولم، وأكثر المناطق يشتغلوا الهجوم عليها في أوقات الهدنة أو التهدئة دائما في بداية الحروب من 2004 إلى اليوم. نعم. اليقظة والتعامل مع مطالب المجتمع الدولي بإيجابية
ولكن يجب علينا على الدولة حتى الرد والانتباه من الجميع. طيب يعني هناك يعني قصف من قبل الميليشيا يعني طالت حتى آبار المياه، لم تسلم محافظة البيضاء من قصف الميليشيا في هذه المواقع، هل تتابع الحكومة الشرعية ما يجري في البيضاء بشكل كافي وموسع؟ أكيد هناك متابعة من قبل الحكومة، من قبل يعني المختصين في جانب القيادة العليا للجيش، رئيس الأركان، من قادة المناطق، من الكل، ولكن بحسب الإمكانيات المتاحة للمعرض لدى الجميع، وأيضا قوات التحالف ملتزمة بحق الرد وبتركز عليهم في عدة خروجات. عندما قاموا بقصف مأرب، عندما قاموا بقصف تعج تم الرد عليهم. ويعني بالنسبة للبيضاء لا أدري هل تم التعامل معهم بالنسبة لجانب التحالف أم لا، ولكن الجميع في حذر وفي جاهزية إن شاء الله. وهم معروف سلوكهم بالقدر والخيانة مهما تعهدوا ومهما التزموا، ولكن علينا الجميع الثبات والصبر ومتابعة الموقف بقوة وبحكمة. طيب إذا ما تحدثنا على أن هناك الآن تغير في رئاسة الحكومة، تسلم الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، هل ملف البيضاء من ضمن أولويات الحكومة في هذه الفترة بحكم قربه؟ أكيد أكيد ملف اليمن بالكامل، من المهرة إلى صعدة إلى البيضاء إلى الحديدة إلى صنعاء إلى عدن، من أولويات الحكومة. لن نتخلى عن أي شبر في اليمن، وعلينا ان نكون يعني بقدر المسؤوليه ونتعاون جميعا في دحر الانقلابيين وهذه الميليشيا الغاصبه المجرمه التي اتت تنفذ مشروع ايراني وتنفذ اجنده حسن نصر الله في داخل اليمن. ويعني ما اصبح واضح للجميع، علينا ان نقف جميعا، والحكومه لديها الآن تقوم بإعداد خططها. تعرفوا رئيس الحكومة الآن استلم الحكومة منذ أيام قلائل، ويقوم الآن بإعداد خططه وما يلزم مثل هذا الأشياء. يعني هناك الكثير من الحديث من قبل الكثير من الناشطين وكذلك المراقبين عن أن هناك يعني صحيح هناك نية طيبة تجاه من قبل الحكومة تجاه كثير من محافظات الجمهورية البيضاء تحديدا بما أنها حديثنا اليوم، لكن هناك حاجة إلى تحويل النية إلى أعمال أكثر. يعني لماذا يتأخر الإسناد في جبهات القتال مع الحوثيين؟ والله شوف، بالنسبة لهذا الجانب بالتحديد، أما بالنسبة للجانب العسكري قد يستطيع الإجابة عن هذا الجانب المختصين في هذا، سواء بحكم قربك معالي الوزير أتحدث هنا، وبحكم ضربي اعتقد انهم بيعطوا جهودهم، ولكن في الحقيقه شح الامكانيات على ما يبدو بالنسبه للمعدات والاعداد العسكري هي بتاثر على وضع المقاومه داخل البيضاء، وهناك تجهيز كبير، ولكن ان شاء الله في الفتره القريبه القادمه هناك توجيهات للاخر رئيس باعداد عده الويه ومتابعه تجهيزها وامدادها، ولكن تعرف هناك اجراءات معينه من اجل وصول المعدات ومن اجل وصول السلاح من اجل من هذا الجانب. نتمنى ان يصل قريبا وان نرى البيضاء محرره، وهي يعني محافظه عانت مثل غيرها من المحافظات، ولكنها تلقت في الفتره الماضيه يعني كانت الواجهه الاولى لمقارعه هذا العدوان الحوثي العفاشي، ونسأل الله أن يكون في عونهم ويثبتهم وينصرهم. إذا معالي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الأستاذ عثمان مجلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ ناصر. أستاذ ناصر، كان واضحا من إجابة معالي الوزير أن هناك يعني ربما شحة في الإمكانيات لدى الحكومة لدعم جبهات البيضاء بالعتاد العسكري، على الرغم من كما تحدث محافظ البيضاء هناك تجهيز للواء عسكري جاهز لمعركة البيضاء، كيف تقرأ كل ذلك؟ أولا نعذر السادة الوزراء في الحكومة، هم يجب أن يكونوا هكذا دبلوماسيين في إجاباتهم، لكننا كأبناء محافظة البيضاء وأبناء الوطن لم نعد للأمانة لم نعد نحتمل المزيد من الدبلوماسية في مثل هذه القضايا.
القيادة لديها أولويات، نعلم ذلك جيدا ونعي ذلك جيدا، ولكن هل الأولويات تؤخر دعم وتجهيز هذا اللواء العسكري للمساهمة في تحرير البيضاء لمدة عام ونصف؟ وهناك علامات استفهام كبرى يجب أن نضعها أمام الشاهد حتى لا يقال أننا سكتنا أو صمتنا. تحرير بيحان قاب قوسين أو أدنى، مكيراس ومحافظة أبين ومنطقة مكيراس أصبح تحريرها بات قريبا جدا، وطبعا مكيراس هي مديرية تابعة للبيضاء وكانت قبل الوحدة تابعة للجنوب. يافع ومنطقة يافع تم وصول الجيش والمقاومة الشعبية والسيطرة عليها وبسط النفوذ. المحافظة البيضاء أصبحت في وسط مناطق محررة، محررة من كل الاتجاهات، مأرب أيضا محررة، أصبحت البيضاء اليوم محاطة من عدد من الاتجاهات بمناطق محررة، وهذه البيضاء هذه المحافظة في الوسط في قلب اليمن لا تزال تنتظر. يعني هناك من الواضح أستاذ ناصر أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الملف، لكن قبل أن نواصل النقاش أرجو أن تتفضل أنت والسادة المشاهدين بالبقاء معنا، نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده أعزائنا المشاهدين لمواصلة نقاش حلقة اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى أستاذ ناصر الشليلي. أستاذ ناصر، إذا ما تحدثنا عن أن هناك حملة لمساندة ودعم محافظة البيضاء أطلقت بعنوان أو بهاشتاج لبيك البيضاء، كيف كان مستوى حضور التفاعل مع هذه الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي بحكم يعني متابعتك؟ أولاً نسأل أنفسنا أمام الأخوة المشاهدين، أولاً لماذا جاءت حملة لبيك البيضاء؟ تفضل. جاءت حملة لبيك البيضاء استجابة لنداءات وصرخات أطفال الشهداء وأبناء الجرحى وأبناء المختطفين من محافظة البيضاء. جاءت حملة لبيك البيضاء للإجابة على صراخ وعويل النساء الأرامل والثكالة و نساء المحافظة النازحات في أعالي الجبال بعد أن شردتها هذه الميليشيا. جاءت هذه الحملة للاستجابة لدواعي إنسانية وصحية وحقوقية، سكتت وصمتت عنها الكثير من المنظمات ذات العلاقة. جاءت هذه الحملة لتقول لبيك البيضاء، نحن نفدي البيضاء بأرواحنا. الكل يعلم أن الكثير من أبناء محافظة البيضاء عبر التاريخ مهجرون عن بلدهم، لكن عملية التهجير التي حدثت لأبناء البيضاء بعد دخول هذه الميليشيا إلى هذه المحافظة هي الأكبر والأكثر في تاريخ المحافظة، وليس هناك من أحد يرغب في أن يهاجر عن بلده. نحن مهجرون قسريون عن وطننا ونتمنى العودة إلى وطننا وإلى محافظتنا وإلى أبنائنا وإلى أهلنا. لذلك جاءت هذه المحافظة استجابة لدواعي إنسانية، استجابة للداء أبناء المحافظة الذين يسعون إلى تحرير هذه المحافظة. وكلنا ثقة والحمد لله، نحن على يقين أن أبناء محافظة البيضاء الصامدون صمود الجبال الراسخة أنهم سيستطيعون بصلابتهم وبصمودهم تحرير محافظتهم، وأن يسجلوا في سطور التاريخ مثل ما سبق آبائهم وأجدادهم أن سجلوا بأحرف من نور اسم محافظة البيضاء، سيسجلون اسمهم هذه المحافظة بأحرف من ذهب ومن نور، ويرتفع اسمها عاليا في عموم اليمن. لكننا نعود ونقول هذه الأشياء التي يجب أن تقال في مثل هذه الأوقات، أننا صمتنا كثيرا وأنا لن نتكلم، لن نصمت بعد اليوم على الخذلان الذي تعاني هذه المحافظة. نعم، طيب ينضم إلينا الآن أستاذ ناصر أحد مشايخ البيضاء العميد حسين عبد ربه العمري. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا، مساء النور أخي وجيه. حياكم الله. سيادة العميد، إذا ما تحدثنا عن يعني هل حدثتنا أكثر عن الجهود الاجتماعية التي تقام لأجل دعم البيضاء بشكل أكبر في معركتها التي يصفها الكثيرون بأنها معركة الجمهورية بمواجهة الإمامة؟ أخي وجيه، أولاً أشكرك على الاستضافة عبر برنامجك الرائع عبر الهاتف، ومن خلالك أشكر كل العاملين في قناة بلقيس الفضائية المنبر الحر الصاعد لاهتمامها بقضايا الوطن، وأحيي ضيوفك الكرام من الرياض معالي وزير الدولة الشيخ عثمان مقلي والأستاذ نايف القيسي محافظ المحافظة والأستاذ ناصر الشليلي الناشط الرائع
وبقية المتداخلين معكم. أخي العزيز، بالنسبة للبيضة هي قلب اليمن كما تكرمت، وهي تتمتع باستراتيجية مهمة جدا، حيث تحدها ثمان محافظات، أربع محافظات جنوبية وأربع محافظات شمالية. البيضة مقاومة منذ بداية دخول الحوثيين مباشرة بعد 21 سبتمبر، بعد أن أسقطوا صنعاء توجهوا مباشرة إلى البيضاء، وكانوا ينوون هذا الغزو للبيضاء حيث أنهم ضمنوا في ما كان يسمى بوثيقة السلم والشراكة البند رقم 7، خصصوه خصا نصا للبيضاء ليشرعنوا الغزو للبيضاء لما يعلمون من أهمية البيضاء وبسالة رجالها، ولهم ثار الإماميين لهم ثار عند البيضاء قديم منذ الدولة القاسمية، حيث يتهمون أبناء البيضاء أنهم قتلة الإمام أحمد بن الحسن بن القاسم عندما عاد من حضرموت قبل 300 ونيف من السنوات، وكذلك هم قتلة الإمام يحيى، ولهم ثار طويل يعني. لكن عزيزي، رغم هذا كله إلا أن البيضاء همشت، وهي الرقم الغائب، همشت إعلاميا، همشت من قبل الشرعية ومن قبل دول التحالف مع الأسف الشديد، ولكن البيضاء أبت إلا أن تكون صامدة صمود جبالها الشامخة بإمكانيات محدودة ذاتية من قبائلها. فهناك تعتبر جبهات البيضاء من أهم الجبهات التي كبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حتى أصبحوا يطلقوا على البيضاء الثقب الأسود، وهذه دلالة على كثر خسائرهم في البيضاء. طيب، يعني إذا ما تحدثنا الآن أكثر عن ما الذي تقوم به الفعاليات الاجتماعية، أنت أحد مشايخ البيضاء، هل هناك عملية تنسيق للجهود باعتبار أن بالأخير مقاومة البيضاء قامت من أبنائها ليس من جهات أخرى، هل هناك تنسيق لهذه الجهود بشكل أكبر في إطار توحيد الصف الداخلي بمواجهة الحوثيين، أم أنه لا زال إلى الآن لم يعني يتوصل الناس إلى هذا الأمر؟ لا عزيزي، هناك نعم هناك مجلس تنسيقي للبيضة، وهناك يعني تحالف قبائل البيضة، ومشايخ البيضة هم على رأس هذه على رأس هذا التحالف، وهناك مبدأ هو رفض الميليشيات الخارجة عن إطار الدولة وعن إطار القانون، وتعتبر البيضة كلها مقاومة. هناك أكثر من 6 جبهات في ذي ناعم، في الزاهر، في الصومعة، في قيفة، بداية بقيفة، هناك أيضا جبهة شرسة في العبدية، الوهبية، مديرة السوادية، وأعتبر كل مديريات البيضة 20 مديرية هي مقاومة، وهذا الأمر مرتب له بشكل عفوي وبشكل قبائل تتعامل مع بعضاتها البعض ضمن إطار حدودها القبلية، وكل قبيلة تدعم القبيلة الأخرى بما أوتيت من قوة رغم شحة الإمكانيات، لأنهم لا يمتلكون التكافؤ من ناحية الأسلحة ونوعيتها، ولكن أنهم يقاتلون بشراسة واستطاعوا أن يقربوا الفارق الكبير في التكافؤ من ناحية السلاح، وخسائر الحوثيين كبيرة جدا في البيضاء. أشكرك سيادة العميد حسين عبد ربه العمري أحد مشايخ البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى أستاذ ناصر الشليلي. أستاذ ناصر، يعني بالعودة إلى الحديث الذي تحدثنا حول هاشتاج لبيك البيضاء، وبالنظر إلى حديث الشيخ معنا قبل قليل، هناك بشكل واضح ضعف في التغطية الإعلامية لما يدور في البيضاء، لماذا يعود ذلك خاصة إذا ما تحدثنا على أن هذا الهاشتاج تأخر إلى حد ما بحسب كثيرين؟ ضعف التغطية الإعلامية هو جزء من الضعف والذي تعانيه محافظة البيضاء من 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 جهات ذات العلاقة، ومن الإهمال الغير مبرر خلال الفترة الماضية، غياب الدور الإعلامي في إبراز ما تعانيه هذه المحافظة في القنوات الإقليمية والمحلية يبعث أكثر من علامة استفهام. لكن في هذا الصدد لا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل لقناة بلقيس التي هي رائدة في هذا الجانب، في جانب تغطية أخبار مقاومة البيضاء، وتحاول الحصول على المعلومة
ولو أننا نطمح إلى المزيد من الاهتمام بهذا الجانب، لكن نتمنى على بقية القنوات وبقية وسائل الإعلام وبقية المواقع الإخبارية والكتاب والصحفيين أن ينظروا إلى معاناة أبناء البيضاء. وأنا أصبحت لدي قناعة أننا لم نعد بحاجة إلى أن نستجدي العطف من أحد، ولذلك قلنا نحن أبناء البيضاء، قلنا لبيك البيضاء، نستعطف طيب بها أبناء في هذا الخصوص الأخر. في هذا الخصوص أستاذ ناصر، كيف كان التفاعل مع الهاشتاج في مواقع التواصل الاجتماعي؟ في اليوم الأول أنا تفاجأت في الحقيقة في مدى التجاوب والتفاعل مع هذه الحملة، من خصوصا في تويتر كان التفاعل معها كبير جدا. الشكر والتقدير لكل من تفاعل مع حملة لبيك البيضاء، والعتب على كل من لم يتفاعل مع هذه الحملة، والأمل في أن يتفاعل النشطاء السياسيين والإعلاميين والصحفيين والحقوقيين في بقية أيام الحملة التي ستنتهي يوم الخميس، وليست يوم الجمعة طبعا، هي ستنتهي يوم الخميس، أن يتفاعل الجميع مع هذه الحملة. لكن أعود وأقول أننا لم نعد بحاجة إلى الاستجداء، نحن سنستجدي أحرار البيضاء، أبطال البيضاء، تجار البيضاء، رجال أعمال البيضاء، نطلب إخواننا المغتربين من محافظة البيضاء وما أكثرهم في كل أصقاع العالم، أطلب منهم أن يتفاعلوا مع هموم محافظتهم، أن يتفاعلوا مع قضية طيب في هذه النقطة أستاذ ناصر. نعم، في هذه النقطة دعنا نستضيف الشيخ عبد الباري الحميقاني القيادي الميداني في جبهة الزاهر. مساء الخير أستاذ عبد الباري. مساء النور أخي وجيه. حياكم الله أستاذ عبد الباري. إذا ما تحدثنا عن أن هناك هدنة طرحت من قبل أو فرضت أو اتفق عليها من قبل الأمم المتحدة والحكومة الشرعية والانقلابيين، هل تحققت ولو أجزاء من هذه الهدنة على الأرض؟ في حال لم تتحقق كما تتناقل الأنباء، أين كانت الخروقات بشكل أكبر وأنت في الميدان اليوم؟ نعم أخي، الحمد لله الذي ثبت قلوبنا وأقدامنا بكل قوة لمواجهة هذا العدوان. هذه الميليشيات الإنقلابية العفاشية قتلت الأطفال والنساء والشيوخ، والتي عادت الوطن فسادا. بالنسبة لما طرحت أخي وجيه، رجال المقاومة في محافظة البيضاء امتثلوا لهذه الهدنة والتزموا للهدنة ووجهوا إطلاق النار، إلا أن الميليشيات الحوثية والعفاشية كعادتها في الفروقات من سابق وحاليا قامت بخرج الهدنة منذ بدايتها الأولى بالقصف العشوائي بالكاتوشا والمدفعية والهاون إلى قرى وعزل ومواقع المقاومة في مدينة الزاهر آل حميدان، وكذلك في الجبهات الأخرى وفي مناطق عدة. كما تلقينا البلاغات المؤكدة بأن الميليشيات الحوثية تقوم بدفع التعزيزات البشرية وكذلك الآليات والمعدات إلى مدينة الزاهر تجهيزا لشن الهجوم على مواقع المقاومة التي حررت من قبضة هذه الميليشيات، لغرض استعادتها، علما بأن المقاومة ما زالت متحفظة حتى الآن بردود الخروجات التي ارتكبتها هذه الميليشيات. سيد عبد الباري، يعني تحدث معي الكثيرون من جبهات المقاومة في البيضاء عن وجود استفزازات من قبل الحوثيين، حدثني أكثر عن نوعية هذه الاستفزازات. نعم أخي، كما تعلمون بأفعالها الإجرامية التي تقوم بها هذه الميليشيات، قبل 3 أيام قاموا بجنس النساء، نساء نزلت بغرض أن تبذلوا بدلوها إلى دير لتخرج الماء، وقاموا بجنس النساء وكذلك الأطفال والقصف العشوائي بالكاتوشة على منازل المواطنين على رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء. الميليشيات الحوثية نحن نعلم جميعا بأنها دائما وفي أي هدنة وفي أي ضرارات لم تقدم أي ضرار، وإنما تتخذها ذريعة لاستعارة أنفاسها التي انهكت من كثر الهجمات التي تلقينها المقاومة في محافظة البيضاء. واستطاعت المقاومة استنزاف هذه الميليشيات ودحرها من بعض المواقع والسيطرة عليها، والآن
هم يستعيدون انفاسهم فقط ويقومون بتعديل ذات مواقعهم وادخال المعدات العسكريه الى بعض المواقع واتخذوا هذه فرصه. اما بالنسبه ان يلتزموا بهدنه فلن يلتزموا بهدنه اطلاقا. طيب يعني نحن الآن نتحدث عن تاريخ كفاحي يقوم به أبناء البيضاء في سبيل الجمهورية ولا نتحدث عن الآونة الأخيرة فقط. الآن إذا ما تحدثنا عن احتياجات المحافظة أو المقاومة في جبهات القتال، ما هي أبرز هذه الاحتياجات شيخ عبد الباري؟ هذه المقاومة سطرت أروع البطولات في مواجهة الحوثيين رغم الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها والعتاد الضئيل الذي تمتلكه، ويتواجه جيش يمتلك معدات وأسلحة دولة سيطر عليها وبسط عليها، إنما تمتلك المعدات البسيطة التي لا تكفي بالغرض. من كثر ما تكبدت الميليشيات الحوثية من هجرات المقاومة بمعارك البيضاء لجأت إلى زرع الألغام المتفجرة في الوديان والطرقات ومحيط المواقع التي ما زالت تحت قبضتهم، وهي السبب الوحيد الذي عرقل تقدم المقاومة وتعرير بعض المواقع هو وجود هذه الألغام المتفجرة وعدم امتلاك المقاومة أجهزة كشف عن هذه الألغام أو خبراء عسكريين رغم المطالبة مرارا وتكرارا في ذلك، الا ان لم نحصل على اجابه لهذا الشيء. والدعم منذ حوالي 5 أشهر واكثر، تمام، نحن نقوم بجهود شخصيه وجهود ذاتيه، وجزاهم الله خير اخواننا المغتربين من ابناء المحافظه قاموا بجمع ما استطاعوا رغم ظروفهم التي يعيشوها في المهجر، وادلوا بها يا اخواننا في المقاومه، وقمنا بشراء بعض الذخائر التي لا تكفينا وليست عده قتال هذه الميليشيات. والحمد لله على كل حال. والله لو تشوفوا المقاتلين في جبهات القتال وروح القتاليه الموجوده العاليه معهم انها نعم سيد عبد الباري، يعني اشكرك شكرا. نعم سيد عبد الباري تفضل بعجالة إذا سمحت. اسمح لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل المرابطين في جبهات القتال في محافظة البيضاء خاصة وفي عموم محافظات الجمهورية عامة، وكذلك الشكر خاص إلى كل المرابطين في جبهات آل حميقان، وعلى وجه الخصوص المرابطين في جبهة الحرب، جبهة الصنوف، جبهة العزة والكرامة، الذي استطاعت أن تصد عدة هجمات بكل شجاعة وبشارة من الميليشيات الحوثية. وأترحم على شهداء المقاومة في ربوع اليمن جميعا، وأسأل الله أن يسكنهم فسيح جناته. أشكرك شكرا جزيلا القيادي في جبهة الزاهر الشيخ عبد الباري الحميقاني، كنت معنا عبر الهاتف من البيضاء. أستاذ ناصر، يعني تحدثنا كثيرا عن خروقات الحوثيين في الهدنة الأخيرة، تحدثنا عن ما تواجهه المقاومة والناس في البيضاء من معاملة من قبل الحوثيين. الآن نتحدث أكثر عن الجانب الإعلامي الذي لم يغطى بشكل كافي. الآن في المستقبل القريب، ما الذي تنتظره محافظة البيضاء في ظل عدم اهتمام حتى على مستوى منظمات المجتمع المدني الأممية التي تتباكى على الكثير من الأمور في أماكن أخرى؟ نحن يبدو أننا لم نعد ننتظر شيئا من أحد. سنغير مجرى المعادلة في على أرض الواقع بصمود أبناء محافظة البيضاء الأبطال. نحن ننتظر من أحرار العالم ومن شرفاء العالم وخصوصا في المجال الإعلامي أن يقوموا بدورهم. الإعلام مهنة مقدسة، يجب علينا أن نطلع بدورنا في أن نغطي الأحداث المأساوية والعدوان الغير مبرر والهمجي الذي تقوم به هذه الميليشيا على أبناء محافظة البيضاء في أكثر من جبهة. يجب على وسائل الإعلام المختلفة أن تشق طريق وأن تفتح ثغرة للنور ليرى العالم صمود أبناء محافظة البيضاء أمام هذا العدوان، ليرى العالم حجم الدمار الذي خلفته هذه الميليشيا بعدوانها البربري الهمجي على أبناء محافظة البيضاء. في كل الأحوال نحن صامدون ومتحدون
ومتفقون جميعا في محافظة البيضاء على أنه لن يهدأ لنا بال ولن تقر لنا قرار إلا بعد رحيل آخر جندي ميليشياوي غازي جاء لامتهان كرامة أبناء المحافظة. لن يسمح أبناء المحافظة كما هو عهدهم وديدنهم عبر أزمنة طويلة لا يسمحون بامتهان كرامة الوطن، لا يسمحون بامتهان مبادئ الثورة والحرية والعدالة. هم يدافعون عنها من تلقاء أنفسهم، دافعهم في ذلك هو الوطنية والنزاهة وحب وطنهم وحب أرضهم. نعم أستاذ ناصر، ما نتمناه في الحقيقة أن لا يستمر أبناؤنا الجنود في معسكر اللواء 117 في الصحراء. هم لم يذهبوا من أجل أن يعيشوا في الصحراء، نعم. لم يذهبوا من أجل أن لم يتركوا أسرهم من أجل حياة المعسكرات في الصحراء، نعم. وما جاءوا إلى هذه المنطقة إلا من أجل أن يساهموا في تحرير هذه المحافظة. للتذكير، الخروقات التي حدثت هذا اليوم هي كانت في ذي ناعم وفي سيلة عبل في الوهبية وفي منطقة الحبج الحميقان. أشكرك شكرا جزيلا الناشط السياسي والإعلامي الأستاذ ناصر أشيليلي، كنت معنا عبر السكايب من الرياض. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في إلى حين المتقدمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.